بلجن كده برضو صايع اسمه ترانزيت، بص عليه. البلجن ده فكرته ان هو بيعمل ترانزيشن، مجمع افكتات كتيره وبريسيتس كتيره قوي. تعال نجرب كده. ازيكم يا جماعه، النهارده بقى حلقه جديده هنتكلم على حاجه اسمها ترانزيشنز. الترانزيشنز دي اللي هي الانتقال من حته لحته. فاحنا مثلا في الفيرس احنا عايزين نروح للكورس، بس عايزين نروح بطريقه انسيابيه، وفي نفس الوقت عايزين نحمس الشخص اللي بيسمع ان في حاجه جديده جايه. فدلوقتي لو انا معايا لوب مثلا، انا دلوقتي عملت لوب كده خفيفه بسيطه جدا. اللوب دي بتعمل كده، دول بقى الثمانية جداد اللي هو الايت بارز الجداد. الموضوع مش اكسايتنج يعني، انا ما حسيتش لو دي اغنيه كامله 4 دقايق والبيت هيفضل ماشي كده تبقى مشكله كبيره، لان هو مفيش حاجه اتغيرت، وكمان مفيش حاجه تهيئني لحاجه تيجي. يعني مثلا لو الثمانيه دول هيبقوا مثلا كورس وهيبقوا فيهم انفورميشن اكتر، فالمشكله هتبقى ازيد، لان انت ما حسستنيش ان اللي جاي ده مهم وما نقلتش الموضوع صح. مفيش اي حاجه اكسايتنج خالص. طب ازاي بقى نفكر في الترانزيشنز دي؟ اول حاجه لازم نعرف الترانزيشنز دي عباره عن ايه. انا من وجهه نظري على الاقل ان الترانزيشنز دي تتكون من 3 حاجات. اول حاجه ان يبقى في ساوند افكتس، او يبقى في اديشن بيحصل في، يعني في صوت معين داخل جديد دوره ان هو يوصلنا من الفيرس للكورس او من سكشن لسكشن، وده ممكن نسميه كله ساوند افكتس. وممكن ان الترانزيشن نفسه يبقى ترانزيشن موسيقي، بمعنى ان مثلا الكوردز تعمل حاجه، لو في اربيجيو بيلعب بيعمل اربيجيو اسرع مثلا، لو في صوت ممكن تدخل صوت اضافي يعمل حاجه تخلينا نتوقع اللي جاي اكتر، ممكن تزود اله، ممكن الاله نفسها اللي بتلعب، ممكن البيز نفسه يلعب اكتر. كل ما هو له علاقه بالموسيقى في حاجه اسمها ميوزيكال ترانزيشنز، ان انت تعمل حاجه تهيئ للي جاي، وهنشوفها برضو دلوقتي. وممكن يبقى، وده طبعا يعني بيحصل بشكل كبير جدا، ان الدرمز نفسها تعمل some sort of break او fill. ودي بتحصل كتير، اي درامر بجد لما يجي بيلعب ما بيفضلش ماشي قطر كده بنفس الباترن من غير variations خالص، سواء درامز percussion طبلة اي حاجة، لازم يحصل شوية variations كده كل شوية، بالذات في السكاشن الكبير، يعني كل 8 كل 4 كل 16 كل whatever بقى الارنجنج بتاعك متكون ازاي. يعني في لازم يبقى في some sort of breaks او كده، الدرامز نفسها يحصل fillet او تلعب اكتر في حتة معينة. وعادة احنا بنتكلم في الاخر نص مزورة او مزورة كاملة حتى من اخر بار في الثمانية القدام، والترانزيشن بيخلص في بداية الثمانية الجداد، يعني خلاص بيخلص. ممكن يبقى فيه كراش او كده اللي هو بقى بتأكد ان ده الجديد، هنتكلم طبعا في ده، لكن احنا كونسيرن باخر نص مزورة او مزورة كاملة اللي من اول هنا مثلا. انا شايف ان انت مفروض تبتدي الموضوع ترانزيشنز ده، لان هو بيعتمد جدا على الترايل اند ايرور، على التجربه كتير، بس في حاجات دايما بتبقى ثابته وحاجات بتميك سنس قوي. يعني اول حاجه المفروض تفكر فيها ان انت تعمل حاجه في الداون بيت، يعني تعمل حاجه في بدايه الثمانيه الجداد، عاده بتبقى كراش او ما شبه، يعني في حاجات زي شبه الكراش، ممكن تبقى ووش، ممكن تبقى وايت نويز، في حاجات ممكن تبقى سيمبل عاديه، ممكن تبقى رايد، ممكن تبقى اي حاجه بتأدي نفس الغرض او نفس الدور، حاجه ليها ترانزينت في الاول وبعد كده بتريليس براحتها. فاحنا بنجرب الاول البيسكس خالص. انا غرضي في التوتوريال ده بالذات على الاقل في الاكزامبل ده، ان انا اوريكم حاجه از بيسك از بوسيبل وتعمل ترانزيشن محترم. فاحنا مثلا اول حاجه ممكن نجربها ان احنا نجيب كراشيه ونلعبها. فمثلا انا هنا جبت كراشيه، هنسمع كده. ده حقق نسبة كبيرة جدا من الترانزيشن، مع انه مفيش حاجة حصلت قبل كده، بس هو قام بدوره ان هو اكد ان دول الثمانية الجداد، يعني الليسنر هو بيسمع هيحس اه ده كده سكشن جديد. طبعا ده مش كفاية. ليه مش كفاية؟ لان ده مش interesting enough ومش بيهيئ، مفيش حاجة بتهيئ لده. اللي احنا ممكن نعمله ان احنا نعمل حاجة تحضر اكتر من السكشن القديم اللي هو مثلا سي الفيرس والسكشن الجديد اللي هيبتدي فيه كراشية. في حركة كده بتتعمل من زمان جدا، الدرامر اللي بجد اللي بيلعب اكوستيك درامز ساعات بيعمل حاجة اسمها سويلز، اللي هو بيلعب على السيمبل وبيلعب خفيف كده، بيقعد يعمل زي رول لحد ويعلي صوت واحدة 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 لحد لما يوصل للاكسنت اللي هو عايزه، عايز يوصل للبار الجديد اللي هو عايز يتبقى فول كراش يعني، وبعد كده يسيب الكراش وتريليس خالص. فالحركة دي بتتعمل الكترونيكلي، ممكن نعملها عن طريق ان احنا نعمل حاجه اسمها ريفرس، ودي بتحصل كتير قوي. الريفرس ده صوت كويس قوي ان هو بيهيئ، بيبتدي هادي قوي وبيبدا يعلى 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 لحد لما يهيئ ان احنا وصلنا للكراش الاساسي. هنعمل الكلام ده ازاي؟ احنا ممكن نجيب نفس الكراشيه دي ونكررها مثلا هنا تحت ونعمل لها حاجه اسمها ريفرس. انا عندي هنا في ابلتون بندوس ار، عندك في اي برنامج تاني هتلاقيها برضو واضحه يعني موجوده، وتعمل ريفرس. لو جينا سمعنا صوتها لوحدها كده
تمام. فاحنا لو عملنا جبنا دي كده في اول البار ده من اول مكانها يعني، بحيث ان هما ان دي تستلم من دي، وتعال نسمع كده. تمام، المطلوب حصل بس التنفيذ وحش. ليه بقى التنفيذ وحش؟ لان الموضوع ده محتاج شويه ديزاين خفيف كده، ولازم نفهم هو ليه وحش برضو. المشكله ان احنا دلوقتي اي كراشه في الدنيا هتلاقي فيها ترانزينت واضح كده، اللي هو ده قفلنا دي كده، اللي هو ده الجزء ده، الجزء ده اللي هو هتلاقيه حتى في الويف فورم باين ان هو عالي شويه، وباين ان هو اعلى من البعديه، لان ده كله بقى الديكي والريليس والكلام ده كله. ده لما جينا عملنا ريفرس، الترانزينت ده طلع معانا برضو. احنا مش محتاجين الترانزينت ده، الترانزينت ده مفروض ان هو بيلعب في الداون بيت. احنا هنا اللي حصل ان الترانزينت ده تعاد مرتين، مره ريفرست ومره لا، فعملنا الصوت البايخ ده. الموضوع مش الطف حاجه. احنا ممكن نحل الموضوع ده بكل بساطه، ان احنا الكريشيه اللي هي معموله ريفرس دي احنا ممكن نشيل منها الترانزينت ده كله مش عايزينه، ونجيبه نقربه كده بقى عند بدايه البار. ممكن نمسحها حتى كمان من اي حته، مش فارقه قوي. تعال نسمع كده نشوف هيحصل ايه. تعال نسمعهم جوه البيت احسن كتير. حاجه كمان عشان نخلي الموضوع صوته احسن منطقي اكتر، احنا ممكن نوطي شويه الريفرست عن الكراشيه عشان نحس بالفرق شويه. تمام، بس ده اكتر حاجه بيسك في الدنيا يعني. هو يعني في لعب اكتر من كده ممكن نعمله. حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نبعد، نعمل من بينهم جاب كده. فاحنا ممكن مثلا الجاب دي تبقى في اخر ضلع خالص، فممكن نعمل مثلا كده. تعال نشوف، تعال ساعتها بقى ممكن نعليها شويه عشان نسمعها. مش وحشه برضو، تعالى دي اوقع شويه. دي مكانها هنا كويس قوي. حاجه كمان من اللي احنا ممكن نعملها، احنا مش لازم نلتزم بان ان الكراشيه دي هي اللي تبقى ريفرست وتبقى نفس الخامه بالظبط. احنا ممكن نجيب خامه تانية خالص، ممكن نجيب اي وش رايزر، اي حاجه من الحاجات دي يعمل نفس الدور بالظبط. طبعا في ملايين من السامبلز على الانترنت موجوده، سواء بقى من سبلايس، لوب ماسترز، الحاجات دي كلها هتلاقي بقى متسميه سويبس، سويلز، ترانزيشنز، ابليفترز، رايزرز، وشز، يعني ريفرس لوحدها كده هتلاقي اسامي كتير قوي، كلهم بيقضوا نفس الغرض يعني. فاحنا ممكن، انا جبت كده مثلا سامبل جديدة، قلت انا مش لازم التزم بدي، ممكن اجيب واحدة تانية. تعال اسمع لوحدها كده، هي في الاخر فيها يعني زي ككاية خفيفة كده او بيركوشن كويس، مكانها حلو لان هي بتنزل مع السنيرز هنا برضو، بتدي طعم. وصوت الريفرساية نفسها مختلف عن الكراشية، مش لازم نلتزم ان هما اللي يبقوا اتنين واحد، بالعكس الاحلى شوية ان انت تجيب ريفرساية صوتها مختلف شوية عن الكراش، لان ساعات بتبقى هارش ريفرساية لما تبقى ريفرست، ساعات بتبقى يعني هارش شوية، فممكن يبقى فيه اصوات تانية تليق اكتر وممكن لا. فدي حاجة برضو مفيهاش صح وغلط، لازم تجربها. تعال نسمع كده ايه اللي ممكن يحصل. احسن كتير. ممكن نكمباين برضو نفس الريفرساية، ليه لا، حلوه برضو. بس لازم بقى تميكس كويس قوي. خلي بالك برضو ان انت لما بتيجي تقعد تلاير حاجات في الهاي فريكوانسيز كتير، خلي بالك الموضوع ممكن يبقى هارش جدا. ف يعني حاجه برضو هنتكلم فيها قدام، موضوع الميكسينج والكلام ده كله، زي الميكس الكلام ده كله مع بعض. بس يعني حاول تخلي بالك ان انت ما تعملش لايرنج كتير قوي في الموضوع ده. لو الصوت مش عاجبك ممكن تجيب صوت من اول جديد، ولو هتعمل لاير ما يبقاش اكتر من 2 3 بالكتير قوي. ولازم بالظبط بقى فعلا عارف انت بتعمل ايه علشان الموضوع ما يبقاش هارش، يعني بالذات في الهاي فريكوانسيز. يعني حتى ممكن تغير الاكيو بتاع واحد من الاثنين علشان ما يتخانقوش مع بعض يعني. بس في الكيس دي الدنيا هاديه مفيش مشكله. طيب ده بالنسبه للساوند افكتس. طيب هل ممكن نلاير كراش؟ ممكن نلاير كراش. مثلا في كراش مشهور قوي في الهيب هوب كانت جايه من الكتايه اللي هي الايت ويت، ودي صوتها بيليق قوي مع البيت، البيتس اللي زي الهيب هوب، حاجه زي اللي انا عاملها دي برضو. هي صوتها عامل كده، الصوت ده اكيد فاميليار بالنسبه لكم، سمعتوه كتير في الهيب هوب والتراب والكلام ده. فاحنا ممكن نلاير الاثنين مع بعض. تعال نسمع كده ونشوف النتيجه عامله ازاي. حلو، بس في نفس الوقت خلي بالنا ان احنا لما تيجي تحط كراشين ورا بعض، اللي بيحصل ان انت عملت دوبليكيشن للترانزينتس. طبعا هي مش نفس الترانزينت، بس هما بالنسبه لودانك وبالنسبه للكمبيوتر هما شبه بعض قوي.
يعني مش بيضيفوا لبعض، مجرد ان انت اكنك خدت الترانزينت دي وضربتها في 2 كفوليوم. فليه احنا عايزين كده؟ مش عايزين نعمل حاجه كده، مش عايزين نعلي الصوت من غير داعي، مش عايزين اي حاجه تعلى تعمل سبايك في الصوت من غير داعي، لان ده هيضايقنا حتى كمان في الميكس، هيضايقنا في حاجات كتير، وهتقعد بقى توطي الاثنين وتحط افكتات. وهي المشكله اصلا مش في كده، المشكله ان في ترانزينت ملهاش لازمه موجوده، فانت تحاول تاخد تقول مثلا لا عجبني الترانزين دي اكتر، انا عايز اسمع الترانزين دي اكتر من دي. فانت ممكن تعمل، انت ممكن تلغي خالص الترانزين دي من اي حته كده وتقفل. لو جيت سمعتهم مع بعض تحس ان في حاجه غريبه، تحس ان هنا في ان صوت حصل له ديلي، لان هو فعلا حصل له ديلي، واحد ابتدى قبل التاني. بس في وسط البيت مش تسمع حاجه، تحس الموضوع بقى كلينر اكتر. انا بالنسبه لي ده احسن بكتير. وممكن برضو في ناس بتعمل ايه، في ناس ان هي ممكن تقول لا انا عايز مثلا اخلي الترانزين ده يبقى فيدد، مش فارقه قوي، جرب اللي يعجبك اعمله مفيش مشكله. وممكن بقى تقرر انا عايز الاثنين يريليسوا مع بعض، واحد بس هو اللي ريليس، ممكن اتنين يتقفلوا فجاه كده. في الكيس دي مش حلو طبعا، بس يعني في كيسز تانية بتبقى فيها كويسة. ممكن الاتنين يتقفلوا مع بعض، دي مش بتريليس لحد الاخر فمش فارقة، دي كده كده بتنتهي قبل دي. ممكن مثلا تبتدي تفيد دي بدري شوية علشان يليق مع اللي تحت، ان هما الاتنين يبقوا اكنهم رشاية واحدة. ممكن هما الاتنين تبعتهم على مثلا ريفيرب، زي مثلا اي ريفيرب مثلا اللي موجود اوريدي ستوك، مش مشكلة. طبعا الريفيرب ده يعني ضعيف شوية، فكنت ساعتها نجيب ريفيرب تاني. يعني انت ممكن تعمل ديزاين زي ما انت عايز، ان انت تخلي الموضوع ممكن تكتفي بواحدة، ممكن في الكورس مثلا تبقى اتنين، في الفيرس تبقى واحدة عشان تبقى اهدى. يعني ده لو لسه فيرس دي تبقى احلى، لو ده كورس ساعتها الموضوع اروش شوية لان الموضوع كبر نوعا ما. وممكن برضو تبعدهم حاجة بسيطة قوي عن بعض، يعني تعمل بان شمال، يعني الصوت ده هيروح منه جزء بسيط قوي على الشمال، يبقى اكتر في الشمال، الويت بتاعه في الشمال، بان ليفت ورايت، يعني انت بتحطها اكتر في السماعة الشمال ودي بتحطها اكتر في السماعة اليمين، تاخد سراوند افكت. بس سراوند افكت بيبقى احلى لو هما الاتنين فيهم ايكوال انفورميشن نوعا ما، او شبه بعض نوعا ما يعني. بس ممكن تبعدهم عن بعض للامان كده، تاخد كلينر ساوند يعني. طب ايه تاني ممكن نعمله؟ هل كده كفايه؟ لا مش كفايه، هو طبعا مفيش ما يمنع ان ده يبقى كفايه، بس يعني لو عايزين نكومباين الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، او اللي هو الافكتس والبريكس والميوزيكال ترانزيشنز وكده، على الاقل نكومباين اتنين منهم. فاحنا اللي احنا ممكن نعمله ان احنا نعمل فيل. عشان نعمل فيل انا كونسرند باخر بار خالص، فانا هقفل. لو قفلت اصلا الدرمز ده في حد ذاته بقفل، فيعني ده ممكن لوحده يبقى ترانزيشن قوي جدا، هوريكم دلوقتي. بس انا مثلا عندي صوت زي الشيكس والكلام ده، الاصوات اللي بيبقى فيها مستمره زي الشيكس والهاتس والكلام ده، انا بحب دايما اقفلها في الفيلز، لان هي دورها ان هي تعمل كونتينيوتي في البيت وبتاع. انا دلوقتي بعمل فيل او بعمل بريك او بعمل ترانزيشن، انا مش عايزه. كل ما الديليت حاجات من ترانزيشن من البيت نفسه، كل ما الامباكت بتاع اللي جاي اقوى بكتير. دي حاجه لازم تاخد بالك منها، ان الترانزيشن مش بس يعني، ما تفتكرش ان انا بقول لك نقعد ناد حاجات كتيره وبتاع عشان نعمل ترانزيشن معناه ان ده المفروض تعمله، عشان لا، انت بتاد وتديليت من حاجات اوريدي موجوده. هي المساله كلها كده، بتاد وتديليت. ممكن تديليت بس ما تعملش اد، مش هتعملش اديشن. الترانزيشن ممكن تعمل باشكال كتير قوي، هوريكم في الاكزامبلز اللي جايه يعني. بس مبدئيا انا عارف ان ده انا مش عايزه، يعني انا عارف ان ده مش هيمشي معايا كده كده، لان صوته اصلا ضعيف، هو صوته ان هو بينهنس اللي فوق، فاللي فوق ده اوريدي هنلعب فيه او كده، فهو ملوش لازمه هنا. فتعال نسمع كده من غير الدرمز خالص هيعمل ايه. حلو، بس احنا مفتقدين السنير. طب احنا عايزين السنيرز بتاعتنا، احنا عندنا 3 سنير، فنسمع كده. جميل جدا. طيب وممكن برضو في نفس الوقت زي ما قلت لكم ممكن نبعت له ريفيرب، طبعا ده كبير كتير قوي يعني، بس يعني ايه الفكره. ممكن نبعت طبعا ريفيرب مخصوص، يعني مش هيبقى اي سند في اي حته كده، نبعت له ريفيرب مخصوص باوتوميشن مخصوص وكده يعني. بس ده مش ده موضوعنا النهارده، بلاش برضو الفيد ده عشان ما يأثرش على، لو لعبت في الريليز بتاعه الموضوع بقى غريب، لانه فجأة الصوت بقى اختفى من غير داعي، فخليها طبعا تبقى كده. طب ايه تاني ممكن نعمله؟ انا كنت عامل هنا اصلا بريك، انا كنت ناسي، كنت عامل بريك بالكيك، لان الكيكه كانت ماشيه عادي خالص زي دي كده. عملت هنا بقى ترانزيشن تاتاتان، دي طبعا دي اخر واحده خالص بتنزل على الداون بيت في السكشن الجديد، لكن هنا
وفي نوع مزيكا زي ده انت ممكن تكتفي بكده يعني مفيش مشكله. الكلافي مثلا اللي انا حاططها اللي هي جزء من البركوشن اللي هو الصوت ده هيبقى حلو لو معاك كيكايه لان هي، لكن انا قررت ما احطش كيكايه. بص ضعيفة او تشيزي قوي على الاقل بالنسبه لي يعني، فممكن تشيلها، ممكن برضو تكيب الطبله دي ممكن لا يعني، انت دي حاجه انت حر فيها. الشيكس مثلا انت ممكن تغير مكانهم يعني، انا كنت حاطط هنا زي شوتس كده شيكس، ممكن تبقى دي مثلا كده، وساعتها ما منعش خالص ان انت تعمل يعني تعلي دول يعني، تعلي بس الحته اللي في البريك لان انت ما كسشت صوتهم جوه البيت، لكن في البريك لا، ده عايز ميكس تاني، عايز فوليوم تاني على الاقل، ويرجعوا تاني الفوليوم بتاعهم بعد لما تخلص يعني. هم مكانهم حلو بس ممكن اجيب خانه تانية، مش لازم دول، ممكن يبقوا بيركوشن، ممكن يبقوا اكسترا سنيرز، واتيفر، ممكن تقول لا انا مش عايز. فالاوبشنز كتير قوي يعني، اقعد جرب كده يعني. مثلا حتى الجيتار هنا هو سلايتلي اوف تيمبو، ده عادي مفيش مشكله، بس انا ممكن اقفل على صباعه بقى خالص بحيث ان هو، وممكن ابعت له ديلي مثلا او ريفيرب برضو، بس طبعا اقفله كويس بعد يعني، مش هيبقى بالمنظر ده، لازم ان انا اعمل له ريفيرب مخصوص عشان يتقفل عشان ما يعملش بليد للي بعدين. مش ده برضو موضوعنا دلوقتي. ممكن تحط ديلي حر. في برضو في بلوجن كده برضو صايع اسمه ترانزيت، هبص عليه. البلوجن ده فكرته ان هو بيعمل ترانزيشن، هو مجمع افكتات كتيره وبريسيتس كتيره قوي، ومديك كنترول واحد تعمله بالماوس ترسمه بالاوتوميشن واتيفر نوب عندك في ديفايس، في الحته اللي عايز تعمل فيها ترانزيشن تحط الاماونت بتاعك وتلعب. تعال نجرب كده. انا حط طبعا الماستر علشان نسمع بس هو بيعمل ايه، بس هو مش المفروض تحط كل حاجه على الماستر. انت اولا مش عايز تعمل ديلي في الكيك والجيتار يعني، انت ممكن تقسمهم وهنشوف برضو دلوقتي ازاي. طبعا انا مش عايز طبعا الافكت ده كله يبقى، بس انا بفهم هو بيعمل ايه يعني. مثلا فممكن اقول اه الصوت ده يبقى صايع بس لو على الجيتار بس، فممكن تحط هنا تاخد ده وتعمل له اوتوميشن مثلا، وتقول له انا عايز ترانزيشن هنا كده. طبعا ملحقش، فممكن نديله شويه كده وما تقفلش طبعا عليه، نسمع الترانزيشن، نسمع الافكت جوه في في الحته الفاضيه، وبلاش برضو تعمل فيد كده. ممكن ده تعمل باي افكتات عندك يعني، انت ممكن تالف انت الافكتات، ممكن حاجه زي كده تديك افكار وترجع تعملها بشكل تاني. اوبشنز اندلس. ممكن تقول انا عايز واحد تاني بقى للدرمز حتى بانفلوب تاني، ممكن نسمع كده لوحده. عايزين بقى صوت تاني، نجرب اي حاجه تانيه. طبعا ده يعني ساي فاي قوي وحلو طبعا، ممكن مبقاش لاقي على الجانرا دي، بس انا بوريكو انت ممكن تعمل حاجات صوتها كول جدا. طبعا بقى تشوف انت عايز نسبه قد ايه يعني، مثلا انا ممكن مبقاش عايز الرامب دي، انا ممكن ابقى عايز مثلا يبقى ابربت على طول. ممكن نبتدي بقى بحاجة شارب قوي، we'll be right back.
ممكن بقى انت تلعب وتاد افكتس وتلعب هنا في البارامترز دي وتشوف. هي الاوبشنز كتير قوي ان تتغطى يعني في توتوريال واحد بس. يعني احنا ممكن يعني تكومباين كذا فكره. زي ما قلت لكم الديليشن برضو هيبقى حلو قوي. ممكن تقفل الافكت ده هنا مثلا بحيث ان الكيكايه تكرر سنراية. وممكن تجيب بقى تقاد يعني تقاد بريك ما كانش موجود اصلا. يعني ممكن تجيب مثلا سي لوب من سبلايس. تعال نبص كده. ميزة في سبلايس ان هو بينتجريت حلو قوي مع الدول لما تيجي تشغله على بريدج بلاجن بتاعه. وممكن تبتدي مثلا تقول انا عايز اسمع بقى الفيلز اللي موجوده ونحاول نقات حاجه ما كانتش موجوده. طبعا مش لازم كل الافكار اللي في العالم تحشرها في المزوره دي. انت ممكن تعمل افكار كتير عشان لو عندك ليتر ترانزيشنز. انت في الاغنيه هيبقى عندك 4 5 6 ترانزيشن وممكن تعمل افكار كتيره قوي وترصهم بقى بطريقه انتليجنت. يعني تشوف فين الترانزيشن ده هيليق على السكشن ده، ترانزيشن اهدى شويه يليق على سكشن هادي وهكذا. حاجه عايز اقولها على الترانزيشن برضه مهمة جدا، ان لازم الترانزيشن يحاكي الانرجي بتاعت الشيء اللي جاي بعديه. يعني ما ينفعش تعمل ترانزيشن قوي جدا ودبدبة وحاجات بقى في كل حتة ومليون صوت وبعد كده اللي جاي يبقى عادي هو يعني نفس المزيكا كده. انت يعني حمستني على الفاضي. فاحسن حاجة ان انت لما تيجي تعمل ترانزيشن لازم الموضوع يبقى بنفس الانرجي بتاعت الحاجة اللي جاية. وساعات هتحس ان احسن ترانزيشن تعمله ان انت تعمل حاجة ابربت، يعني تعمل حاجة فجأة كل حاجة اتغيرت. يعني ده ساعات كتيرة برضو بيتعمل. عشان كده بقول لكم الترانزيشن من الحاجات التوبكس اللي صعب شوية تشرحها علشان هي كلها ترايل اند ايرور ومفيش صح وغلط قوي فيها. في حاجة صوتها حلو وحاجة صوتها وحش. بس الحاجة اللي هي اللي هتنفع قوي ان انت تفولو الكومن سنس، اللي هو لو انا عندي حاجة سيكشن اللي جاي عادي هادي هو اللي فات بعمل ترانزيشن على قد الحكايه. لو عايز اهدى بالبيت خالص، عايز اروح لحته اهدى بكتير، بريك داون في النص، حته كلها هاديه، اله واحده بتلعب بتاع، يعني محتاج ان انا اديليت، مش ازود، محتاج ان انا كل شويه اسحب حاجه عشان اعمل ترانزيشن يبقى سموث، ان هو كاني بسقط نقله كده، لو فجاه كده بهدى خالص. دي برضه هنبص عليها في اكزامبلز ثانيه. بس يعني تعال نبص كده لو عملنا اديشن لفيل بقى ما كانتش موجوده وابتدي العب. انا حاسس ان دي يعني ممكن تبقى لايقه شويه، انا ممكن اجيبها هنا. برضو هتلاحظوا ان البريكس الفيلز دي تبقى من درامز. الدرامز دي خلي بالكوا لازم تبقى لايقه شويه على مش لازم تبقى 100% بس لازم يبقى نوعا ما ليه علاقه بالجنر اللي انت عامله. انت عامل بيت بوب على هيب هوب شويه، يعني ما تجيبش حاجه اي دي ام قوي او ما تجيبش حاجه تراب قوي او تجيب حاجه لاتن مثلا او ريجي. في بريكات الريجي دي ليها تكستشر معين باصوات معينه، هيبقى الموضوع غريب. انت طلعت بره الجنر عملت حاجه انريليتد. ممكن تبقى الباترن نفسها صايعه ولايقه بس الصوت التكستشر نفسه مش لايق خالص لان هو جاي من جنر تاني. وساعات الكومبينيشن ما بين الجنرز ده بيبقى حلو. يعني برضو في مؤخرا يعني هتلاقي تسمع اغاني مقسوم كتير، الاغاني الشرقي بتاعتنا بيبقى فيها فيلز جايه اصلا من الاي دي ام، يعني كلها موجوده في الاي دي ام، حتى حاجات المين روم الاي دي ام اللي هو اصوات الهور الكبيره قوي، صوتها كبير قوي اللي بتتلعب في الفيستيفلز والكلام ده كله. هي لايقه جدا على انواع كتير من مقسوم مزيكا انرجيتك والفيلز بتاعت الاي دي ام انرجيتك، فكانت بتليق جدا معايا. فانت لازم برضو تيوز الكومن سنس. دي مش لازم تبقى يعني دي اوركسترا الفيل بس، يعني ممكن تبقى لايقه ممكن تبقى لا، وممكن يعني كانت تبقى نوع من انواع التغيير. يعني انت برضو لازم تيوز برضو الكومن سنس في الحته دي. انت تشوف اولا لازم نشوف احسن مكان ليها فين. طبعا اكيد مش هنحطها من البدايه كده. ممكن حتى نحطها في مكان مش انتندد ليها، يعني ممكن نحطها في اخر ضلع خالص في البار اللي قبل الترانزيشن. ممكن نكتفي بواحده تعالى ريفيرب كده مثلا نعمل. طبعا بعملها بسرعه لان مش ده الموضوع. يعني لازم تفتكر بقى تقفل ديلي الريفيرب بعديها. ممكن بقى ساعتها تقول ايه طب ما في حاجه هنا زادت، السيناريو دي ملهاش لازمه دلوقتي. لازم تاخد بالك ان دي هي عملت مشكلة عشان وقفت فجأة.
ساعتها بقى هنا في ريفيرب عامل هنا برضو مشكله ان انا بقى انا قفلته فانت لازم ترجع تعدل، فحصل زي شده كده في الصوت. انت ممكن تعمل يعني تسيبه كده في حاله، وبعد كده ممكن مثلا تقول ايه، ممكن تطلع كيكاية برا الجروب لو انت مصمم عليها. يعني مثلا انت يعني زعلت وعايز الكيكاية، فممكن مثلا تقول ايه، طيب انا اخرجها برا الجروب اللي عليه تفتكروا الترانزنت بلوجن اللي احنا حاطينه، تاخد ده مثلا وتطلع ده برا الجروب خالص، يبقى هو بريك كده قائم بذاته عشان ما يتأثرش بالإفكت بتاع الترانزنت. او ممكن تغير مكان البريك خالص لو انت عايز تعمل حاجة مختلفة، مثلا ممكن تقفل ده خالص، يبقى هنا مثلا فتا بقى هي مسألة بقى ميكس اند ماتش، تقفل ايه، تديليت ايه، تشغل ايه. في حاجات بتبقى بريدكتب وقالوا صوتها مش حلو، بس ساعتها بقى ممكن الجيتار يعني كل ما بنغير حاجة، كل ما بنرجع في كلامنا ونغير حاجة بنلاقي ان في حاجة تانية كانت المفروض تتعمل. يعني مثلا الجيتار ده مفهوم ما كانش يقفل، تلعب بقى بالاوتوميشن، الفوليوم يتغير، الدنيا تتغير، تقول مثلا طب انا هغير الافكت كله، سيب الاوتوميشن زي ما هو بس غير الافكت. تيجي هنا وتقول طب ما غيرنا كمان ده، ممكن مثلا في افكت مشهور اسمه تيب ستوب، اللي هو الافكت بتاع التيب ماشين لما يجي يقفل فجأة بيعمل صوت كده، طبعا كلنا عارفينه وتسمعوه وتعرفوه، بياخد شوية وقت في التحضير بتاعه بس ساعات بيبقى حلو، بس يعني هو طبعا اوفر يوزد، تستخدمه يعني لما يبقى مكانه محترم. يعني نفترض هنا أو ممكن هنا ممكن في آخر حتة بس تبقى الستوب تايم ممكن تعليه شوية بحيث ياخد وقته. طبعا ميك شور ان ده يرجع تاني مكانه، او تعملها احسن تعملها في تراك تاني، يعني تفصل دي وتعملها دي في تراك تاني عشان بقى ما تقعدش تديل بالستارت تايم بقى والكلام ده. يعني ما عملش مشكلة يعني، بس ساعات يعني الموضوع بيبقى زحمة على الفاضي. الاوبشنز اندلس، بريك ده بالذات محتاج ده كله؟ لا طبعا، ديمونستريت الاوبشنز. يعني زي ما اقول لكم موضوع ممكن ياخد يعني ممكن نقعد نعمله 20 حصه 30 حصه ما نخلصش الافكار، ان حتى الافكار كلها اللي انا بعملها في الشغل بتاعي تبقى 80% منها تجارب، بقعد اخش اجرب اي حاجه، يعني بجرب حاجات عارف ان هي احتمال تنفع احتمال لا، نص الافكار بطيرها وما بستخدمهاش، نص الافكار باخدها بعدل فيها، ممكن اغير رايي تاني يوم يعني. فهي الفكره كلها هي ترايل اند ايرور فعلا، هي بتحتاج دماغ ووقت كتير. حتى كمان انصحك ان انت وانت بتالف الاغنيه وبتوزعها حاول تعمل الترانزيشنز دي في الاخر، او على الاقل الطريقه دي بتنفع معايا، لان الترانزيشنز دي بتاخد خالص من الانرجي بتاعتك. لو انت قاعد بتارينج ولسه بقى في مرحله الكوردز والفايب بتاعت الاغنيه والسرعه والمش عارف ايه والدرامز عامله ازاي كده، لو دخلت بقى في حته بقى ساوند ديزاين ونقطع من هنا وشيل من هنا وديليت من هنا واد من هنا وبتاع، هتاخد الفوكس والانرجي بتاعتك من الحاجه الاهم اللي هي المزيكا بقى نفسها بتاعتك عامله ازاي. انا بحس ان هي عمليه بتحتاج يعني سيشن لوحده، يعني بعد لما بخلص الافكار بتاع على الاقل بخلص فيرس وبخلص كورس، يعني بخلص خلاص عارف ان الفيرس كده عاجبني والكورس كده عاجبني، اقعد بقى يلا هقعد اعمل ترانزيشن، وممكن اعمل ترانزيشن اي كلام كده بسرعه عشان يعني نخش على المرحله اللي بعدها، او لو في كلاينت عايز يسمع او كده. وممكن بعد ما نخلص ابتدي اراجع بقى ترانزيشنز واعملها بروقان، لان هي بتحتاج اوتوميشن كتير، بتحتاج تدخل كتير قوي، فلازم كل الحاجات اللي حواليها تبقى اوريدي انت واخد فيها قرار نهائي نوعا ما. فهنخش بقى على الاكزامبلز من حاجات انا عاملها واوريكم امثله يعني اعقد شويه، امثله يعني واقعيه شويه في مزيكا اوريدي اتعملت يعني. فاشوفكم بقى في السكشن اللي بعديه.